بمراسل شبكة شام الإخبارية في حلب وريفها. أهلا بك معنا أبو يزن، ما هي آخر التطورات لا سيما عند جبهة الشيخ نجار؟ أهلا بك. تشهد جبهة الشيخ نجار منذ أكثر من 20 يوما اشتباكات قوية بين جنود النظام وكتائب الجيش الحر. طبعا هذه مدينة الشيخ نجار تبعد عن المدينة الصناعية 500 متر. تمكن النظام من الدخول والسيطرة على مدينة الشيخ نجار بعد قصفها بأكثر من 100 برميل متفجر، وتمكن من البناء عليها بعد نزوله من تلة الشيخ يوسف. هذا اليوم شهد اشتباكات عنيفة وقوية بين الثوار في تلة الشيخ يوسف، تلة الزرزور، تلة تيارة، تلة الشيخ زيات. هذه التلال جميعها ملاصقة للمدينة الصناعية من الجهة الجنوبية الشرقية، كذلك متواجدة على أطراف الشمالية بقرية الشيخ نجار. طبعا المدينة قرية الشيخ نجار وما جاورها من مساكن هنانو والمدينة الصناعية تعرضت في الآونة الأخيرة لعديد من البراميل المتفجرة بغية تقدم قوات النظام نحوها. نعم، يعني النظام يحاول التقدم عبر السيطرة على التلال المحيطة بحلب. هو سيطر على تلة الشيخ يوسف، لكن ما زالت بعض عناصر الجيش الحر موجودين في تلة تيارة وتلة الزرزور. طبعا تلة الشيخ يوسف تكشف مسافة طويلة جدا. عندما يتمكن النظام من الوقوف على سفح التلة بإمكانه أن يستهدف جميع السيارات أو حتى الدراجات النارية. منذ أيام قليلة استهدف دراجة نارية بصاروخ حراري، فذلك يكون الوضع العسكري صعب جدا. فعلى جميع الثوار والكتائب المسلحة سواء في الريف أو المدينة التوجه إلى قرية الشيخ نجار. هي تعد عصب الجيش الحر أو عصب حتى الحياة المدنية. المدنيين الآن الطريق هناك أصبح مرصود بقناصة 23، فالآن أصبحوا يتوجهون عن طريق الكندي وحندرات. لذلك على جميع الثوار والكتائب المسلحة التوجه لمؤازرة إخوانهم في تلك الجبهة. النظام الآن قريب جدا من السجن المركزي، هو مستميتا في الآونة الأخيرة للسيطرة على هذه المنطقة والتقدم باتجاه السجن المركزي. هو لا يريد السيطرة، كي نؤكد، لا يريد السيطرة على المدينة الصناعية أو أن يدخل في دهاليزها. هي فيها 400 معمل بين معامل متعددة. هو يريد أن يقطع الطريق على الثوار كي يتقدم باتجاه السجن المركزي. شكرا لك أبو يزن، كان معنا من سوريا عبر سكايب أبو يزن الحلبي مراسل شبكة شام الإخبارية في حلب وريفها.